ذاك الشايب لعب عليك يا ياسر. الممثل الشاطر يلعب اي دور. طيب عيال متى التصوير؟ اسال مدير الانتاج الاستاذ شكوش. متى يبدا التصوير يا شكوش؟ التصوير بعد يومين. المشكله يبغوا مني بيت والمنتج قال بعطيك 1000 ريال. اوف اوف 1000 ريال 1000 ريال ايوه. طب عادي تجون تصورون بيتنا؟ من جدك؟ اي من جدي، بس اهم شيء ما تجون الا بعد ما ينامون اهلي. يجي بالادب. اسمع انت وياه، أهلي نايمين، تمثيل بس بشويش، اوكي؟ يا ابا المطبخ وين؟ نريد نطبخ؟ نبغى نصلي شاي يا حبيبنا. يلا اليوم نزل كمل العدسات كله. يا ابني طوال والله، انا مش متفق معاكم نخش بهدوء عشان اهلي الراجل نايمين. الله! طلعت ابن العظيم كلمة عليها فركش. وبعدين؟ تمام كده؟ اي تمام تمام، أهلي قاموا اصلا. طب كويس عشان نسلم عليهم. تفضل تفضل. تفضل. يا اخي المشاهدين دول قريتهم يجي 8 مرات ورا بعض ومش فاهمهم. يعدوا يعدوا ايوه، بس المؤلف ملغي. الدراما اتغيرت، الناس مش قادره تفهم شكل الدراما اصلا، اختلف. المشهد ده بعشقه بعشقه، اتجنن وصوره. يلا ملغي. اهدى لا الا مشهدي ولا ترى بتنطرد انت والعيال. يا ريتك قدمت بدقيقه واحده. لغيته خلاص. لغيته؟ لغيته خلاص. يلا يا ولد يلا انتوا يا يلا. بقصدك معاك انا اقدر الغيه ده، انا مستني المشهد ده بفروغ صبر. عندك مشهد مع ابو حنان، بدايتك الحقيقيه يا بطل، عايزك تكسر الدنيا. ده اول ظهور ليك في الفيلم، تكسر الدنيا. ابشر ابشر بعزك. طيب الحين انا جاهز للتمثيل، متى نبدا؟ قدامنا دقايق بس، بيعملوا مكياج والكلام ده، والدقايق ونصور على طول. مكياج؟ طيب وين نسوي المكياج؟ اه تعال. صحيح مكياج معلم ارشد. الله نور بعض. شايف الغرور اللي في وشه؟ رهيب رهيب. هذا ايوه تستقل بيه، ده اشهر دهان فيك يا رياض. ايوه هذا. ايش في مشكله؟ هلو انا معلم ارشد. ايوه عايزك تعمل الاستاذ، هتديله الاول وشين صنفره. ايوه خلاص. أيوة. حدادي. وبعدين صنفره ناعمه، وبعدين هتقطب بشويه معجون تمام، وتديله وش مطفي. ماشي ما في مشكله، انا اسوي اول شيء مأذون، بعدين سوي نص وجه هذا بويا، لما بعدين سوي ثاني وجه ما في كسم، في طافي. الله كسم ما لمت يطلع. هلو سلامات، هذا بيده ملحق مو بوجه. على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. 3 2 1 اكش. حنان لي ولا لها، مثل ما اتفقت مع ابوي. انا عند كلمتي يا ولد يا عامر، بس هي ما تبغاك يا ولد يا عامر، هي تعتبرك زي اخوها حمزة، وبعدين هي تبغى تاخذ زميلها اللي في العمل. هي بس وش تبي فيه؟ شين وقصير وشايف نفسه. كات. وش ولي قصير وشايف نفسه؟ ما تشوف وجهك انت؟ قسم بالله هذا المكتوب بالنص. الحقيقة فعلا هو ده اللي مكتوب في النص، وده الواقع. نغيره، أنا المنتج. بدل ما يقول هالجملة يقول وش تبيبه هالوسيم هالظريف الخلوق مخقق البنات. الله أحلى كتير، بجد أحلى كتير. يا ريتك أنت اللي ألفت الفيلم. خلاص يا ولد هنغير الجملة، وهتقول زي ما المنتج قال، وأنا نغيرك أنت. لا لا خلاص خلاص، أسوي اللي تبون. برافو عليك، تفضل يا فندم. ولد يبا يبا يا حي انا طالبك تكفى، ابي امثل ابي اطلع بالتلفزيون. تلفزيون بعينك، هذه سينما. بعدين خلاص خلاص انا بقول للمقاول يدخلك. لا قال اكشن. مقاول مين يقول اكشن؟ المخرج. المخرج يعني قال اكشن. اسفت ابد اسفت، درعم ولا عليك منها، ما اضرب على التايد. راح كفو يا محمود. ايوه ولدي يبي يدخل يا بعد حي يصور من وراها، واترك ولادي اللي قلت اكشن. وانا مش هقول اكشن. يلا تفضل. بسم الله. 3 2 1 يلا. ايه سلامات، قصر صوتك اهلي نايمين. 3 2 1 يلا. حنان لي ولا لها، مثل ما اتفقت مع ابوي. عامر
وطي صوتك يا اخي، اهلك نايمين. كيفي بيتنا وانا حر. يا اخي ما القوف انت، وش تبي ببيته ومزاجه؟ انا اسف، اللي تشوفوه غلط اعملوه. يلا 3 2 1 يلا. حنان لي وانا لها مثل ما اتفقت مع ابوي. يا ولدي انا عند كلمتي، بس هي ما تبغاك، وبعدين هي تعتبرك زي اخوها حمزه، وهي تبغى زميلها اللي في العمل. وش تبي فيه؟ هذا الوسيم اللي حاط سبايكي اخر حبه في الدنيا. كات هايل. ايه ده؟ مين الحمار اللي عدى في الكادر ده؟ حماري قصدي ولدي. ولدي ابنك؟ ايه. يا سبحان الله على الشبه، مش ممكن. ممتاز يا عامر، بس لو انت مضيف جمله مخقق البنات كان مضبوط. صح. يلا تيك 3. اي خلصونا انت ويا المايك ذا ذبحنا، ما هو مخقق بنات ولا شيء. يلا تجننت يا ولد ولا ايه؟ اقول لك يا مامي. بسم الله عليك، بسم الله يا مامي، بسم الله عليك. اعوذ بالله من جنة. شبلاك انت من الجن والجنة. منين الولد ده؟ من افريقيا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سايب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أكيد هذه أحلام آخر الليل. ما في أحلام آخر الليل، أنا إنسان موجود. إيش؟ ما في مشكلة.